السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مادة الأحياء للصف الأول الثانوي مدارس دار الثقافة الأهلية، موضوع الدرس الديدان الحلقي. ما هي الديدان الحلقي؟ هي ديدان أسطوانية مقسمة إلى حلقات أو عقل، تحتوي كل حلقة على أجهزة الهضم والإخراج والحركة. تعيش حرة المعيشة في المياه أو التربة، وقليلا منها بيكون متطفل. حجمها في بعض الأنواع أقل من 1 مليمتر، وبعضها يزيد عن 2 متر. التناظر بتاعها جانبي، وأجهزتها متطورة لأن التجويف جسمي حقيقي. القناة الهضمية تتكون من فتحتين، ولها جهاز هيكلي دعامي مائي يساعدها على الصلابة، يعطي الجسم الصلابة والحركة. طيب، لها قليل من الزوائد تسمى الهلب أو الأهلاب في كل حركة لتثبت نفسها في المكان اللي هتمشي فيه. طيب، جسمها رطب بوجود طبقة رقيقة رطبة غير كيتينية، تحتوي على طبقة مخاطية. تعال نشوف التغذي. التغذي والهضم، لها قناة هضمية بتبدأ بالفم وتنتهي بفتحة الشرج على طول الجسم، وتتميز بجوز الحوصلة التي تخزن الطعام، وفي طبعا هنا القانصة لطحن الطعام. جهاز الدوراني بتاعها بيتمثل طبعا جهاز دوري مغلق لنقل الأكسجين زي ما احنا شايفين. طيب، يتكون الجهاز الدوري من عضلات أو عضلة كبيرة في منطقة الرأس وأوعية دموية طولية زي ما احنا شايفين. أما بالنسبة للتنفس فلا يوجد جهاز تنفسي غير متطورة في هذا الجزء، ولكن يتم التنفس عن طريق الجلد الرطب. أما الأنواع اللي بتعيش في الماء فلها تراكيب تشبه الخياشيم. الإخراج متطور في الديدان الحلقية، وعبارة عن قنوات هدبية تسمى النفريديا، ويوجد زوج من النفريديا في كل حلقة، وتتصل بالخارج أو تخرج الإخراج عن طريق فتحات في على أو ثقوب خارج الجسم للتخلص من الفضلات. الاستجابة للمثيرات، الجهاز متطور، الجهاز العصبي متطور، بلاقي فيه دماغ أو عقدة خلايا عصبية تمتد على طول الجسم، وأحبال عصبية في الحلقات الأمامية للإحساس بالضوء والاهتزاز. أما بالنسبة للحركة، الحركة متطورة برضو، في جزئين بيساعدوا على الحركة، العضلات والأهلاب أو الهلب. هلب جاء من كلمة هلب باللغة الإنجليزية، يعني المساعد، هلب، وجمعها الأهلاب. فإيه اللي بيحصل؟ العضلات فيه منها نوعين، عضلات طولية وعضلات دائرية. عندما تنقبض العضلات الطولية الدائرية تنبسط الطولية، فتضغط على سوائل الجسم فتستطيل الحلقات، فتثبت نفسها في التربة عن طريق الأهلاب. ثم يحدث العكس، تنقبض العضلات الطولية وتنبسط الدائرية فتكسر الحلقات، فبذلك بتتحرك، وهكذا. التزاوج، التكاثر بيتم بطريقتين، تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي. الجنسي اللا جنسي بالتجديد، لأن كل حلقة من حلقتها فيها الأعضاء بتاعتها
فلو انفصلت جزء منها فإنه ينمو ويكون دودة كاملة. بالنسبة للتكاثر الجنسي ففي بعض الأعز أغلبها منفصل الجنس، يعني في ذكر وفي أنثى، ما عدا بعض الديدان مثل دودة الأرض والعلق فهي خنثى. إيه اللي بيحصل سواء كان منفصل أو خنثى؟ لازم يحصل تزاوج بين الاثنين وتتبادل المادة الوراثية إن كانت خنثى وتتكون، ويحدث التبادل ده في منطقة السرج، ودي برضو بيميز معظم الديدان الحلقية. طيب بعد كده بتتكون الشرنقة، والشرنقة بتنزلق من السرج وتخرج وتكون اليرقة وتخرج اليرقة وتنمو وهكذا. يبقى ايه هو السرج؟ عبارة عن حلقة منتفخة في جسم الدودة تنتج الشرنقة التي تفقس منها الصغار. تنوع الديدان الحلقية، اول نوع قليلة الاشواك زي دودة الارض. دودة الارض دي خدناها من بعض صفاتها، طبعا ما يميزها وجود حلقات وانها خنثى ووجود منطقة السرج تتنفس بالانتشار، وقليلة الاشواك في بنسميها الاهلاب او الهلب على السطح السفلي. طيب فائدتها لها فوائد كثيرة، طبعا هي بتعمل انفاق في التربة فتزيد من خصوبة التربة وتهوية التربة وتعتبر غذاء للاسماك والسرطانات الموجودة في الماء. طيب في نوع تاني اللي هو طائفة عديدة الاشواك تضم الديدان البحرية مثل الدودة المروحية والدودة الشوكية، وتضم ايضا دودة الرمل. ايه اللي بيميزها؟ وجود رأس، والرأس في اعضاء حس وفي لوامس في عيون وتتنفس بالخياشيم وليس لها سرج. بص للصورة دي والصورة دي عشان تعرف الفرق. وتتميز بوجود ارجل جانبية عليها اشواك كثيرة، ودي ما يميزها. النوع الثالث طائفة الهيرودينا اللي منها دودة ديدان العلق. ديدان العلق او العلق الطبي ما ليس لها اشواك ولا اهلاب، تعيش في الماء العذب. ما يميزها وجود ممصات امامية وخلفية لتلتصق بالعائل سواء كان اسماك او زواحف او انسان، وتمتص الغذاء بتاعها اللي هو الدم من العائل اللي تطفلت عليه. وطبعا كان زمان بيستخدموها للتخلص من الدم الفاسد اللي في الجسم، ويستخدموها اثناء اجراء العمليات لانها تفرز مادة مخدرة ومانعة لتجلط الدم، وهذه المادة اسمها الهيرودين اللي جاية من اسم الطائفة الهيرودين. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.